استلم الهلال الأحمر المصري شحنة المساعدات الإنسانية القادمة من دولة الكويت بميناء سفاج البحري والمتوجهة إلى أهل غزة. وتحتوي الشحنة على 21 شاحنة محملة بخيام وبطاطين وملابس وغذاء. وتم خروج الشاحنات الخاصة بالمساعدات من ميناء سفاج البحري بعد إنهاء كافة الإجراءات والتصاريح الأمنية اللازمة وتوجيهات في طريقها وتوجهت في طريقها إلى ميناء رفح البري.